احد اعلام العالم الاسلامي الشيخ الدكتور محمد يسري. مرحبا بك شيخ محمد. السلام عليكم ورحمه الله، ومرحبا بكم جميعا، وبارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فيك يا شيخ محمد يسري. لو تعبر لنا يا شيخ محمد عن ما موقفكم تجاه هذه الفاجعه وهذه النازله التي حلت بمدينه طرابلس من اختطاف احد رموزها واحد علمائها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لقد نهينا عن ترويع المسلم، فكيف الحال باختطاف أحد كبار أهل العلم ببلدنا الحبيب ليبيا؟ عرفنا شيخ نادر العمراني حفظه الله تعالى ورده إلى أهله سالما غانما، عالما فاضلا أديبا أريبا، رأينا فيه سماحة العالم الذي يسعى لرأس الصدع وجمع الكلمة ووحدة صف المسلمين، يشارك بأنشطة ملحوظة الأثر عميقة الدلالة على رغبته في جمع كلمة أهل ليبيا والحفاظ على وحدتها والحرص على مقدراتها. رأينا فيه هذا الحرص ولمسناه في مواقف كثيرة جمعتنا به مؤتمرات وعقدنا معه صلات وعلاقات كانت بحمد الله تبارك وتعالى نافعة طيبة، شاهدة له حسن علمه وفقهه وأدبه وخلقه، وهذا يعرفه عنه القاصي والداني. تأتي هذه الطريقة الخسيسة في محاولة النيل من بعض أهل العلم في بلدكم الحبيب لإقصائهم عن هذا المشهد الذي يقفون فيه ويقومون فيه بالحق لله تبارك وتعالى، ويشهدون بين الناس بما أراهم الله تعالى من الفهم والفقه في دين الله تبارك وتعالى. لذا نعرف أن هذه المحاولة لن تؤتي ثمارها ولن ترهب علماء ليبيا الفضلاء الكرام الذين يقومون بين الناس بالقسط ويعملون بين الناس بما يرضي الرب سبحانه وتعالى ويصلح حال البلاد والعباد. نعم، علماء ليبيا سابقون مرابطين على حقوق أمتهم، محافظين على وحدة شعبهم وأراضيهم وقوة بلادهم، منافحين عن دينهم قبل ذلك ومن بعد. إذا نقول هذه رسالة يوجهها علماء العالم الإسلامي إلى هذه الجهة الخسيسة أيا كانت، لأن هذا العمل الجبان لن ينال من علماء ليبيا الكرام ممثلين في شيخهم الشيخ الدكتور نادر العمراني السنوسي حفظه الله تعالى، وأن علماء ليبيا جميعا كلهم نادر السنوسي، كلهم يقفون خلفه، يحفظون غيبته ويرعون حقه ويسعون لعودته سالما آمنا معافا إلى أهله وأحبابه وطلبته العالم الإسلامي بأسره. وما وقع سيكون بإذن الله تبارك وتعالى زيادة حسنات وخيرات وبركات وزيادة تعريف به وبجهوده بين المسلمين. طيب شيخنا كريم، شيخنا وإخواننا جميعا، شيخنا كريم، الآن استهداف مثل الشيخ نادر وهو الحقيقة مشهود له بالاعتدال وبالوسطية وليس فقط في التنظير حتى في مواقفه العملية، مثل هذا الاستهداف لا يكون نتيجته خفوت أو انخفاض صوت الاعتدال وأحيانا يتوارى ويكون على حساب بروز صوت الغلو والتطرف؟ علماء الأمة الإسلامية وأخص منهم أهل السنة والجماعة بحمد الله تبارك وتعالى هم صمام أمان هذه المجتمعات التي يعيشون فيها، والنيل منهم ومن حرياتهم سواء في أبدانهم أو أعراضهم أو في كلمة الحق التي يجريها الله تعالى على لسانهم، النيل من ذلك إنما هو نيل من أمان هذه الأمة، نيل من أمان هذه المجتمعات، سعي إلى ضرب هذه المجتمعات في أمنها وأمانها وفي أعز ما تملكه من الرجال أهل العلم العاملين والدعاء إلى الله تبارك وتعالى الصادقين. لا شك هذه خطوة لضرب السلم المجتمعي الذي نريده أن يتحقق في ليبيا، الذين لا يريدون لليبيا استقرارا ولا هدوءا ولا ثباتا ولا بقاء على حالة من الرشاد والسداد، إنما هم الذين يسعون لفعل هذه الأفعال الجبانة لأهل العلم. ولهذا نحن نحذر من أن هذا قد يكون مسلسلا يبتدئ بفضيلة الشيخ نادر ويمر بغيره من العلماء
لضرب الوحدة والاستقرار والسلم والأمن المجتمعي داخل ليبيا. نسأل الله تعالى أن يرد كيد هؤلاء المتآمرين على ليبيا إلى نحوره. اللهم أمين وبارك الله فيك يا شيخنا الكريم، جزاك الله خيرا.